السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع عين تيموشنت لنعرفكم على هذه القرية السياحية الرائعة وهذا المركب السياحي رائع، خاصة من ناحية الهندسة الموظفة في هذا المشروع الرائع اللي افتتح هذه حوالي عامين، واللي اليوم حبينا نعرفكم به، يعني يعتبر بطراز رائع وكذلك الحجم نتاعو، يعني يعد واحد من أجمل القرى السياحية والمركبات السياحية في الجزائر، ويعني يشبه مركب نتاع سكيكدا، مركب إذن روسيكادا في سكيكدا، واللي ينضاف يعني إضافة نوعية في سماء السياحة في الجزائر. إذا نخليكم تابعوا الفيديو حول هذا المركب الرائع، وعيد وكرر خاصة يعني للشكل الهندسي تاعو والكونسبت، يعني الطريقة التي تم بها إنجاز هذا المرفق السياحي في ولاية عين تيموشنت. إذا نخليكم تابعوا الفيديو حول الموضوع، والسلام عليكم.